تحديدا. عموما خلينا نروح لخبر ثاني، وفي مبادرة مجتمعية رائعة أطلقت جمعية رحمة للرفق بالحيوان معرض الفن للحيوانات الأليفة، واللي يهدف للتبرع بمبلغ اللوحات التي صنعها الفنانين لمعالجة الحيوانات الأليفة ورعايتها. المزيد من التفاصيل نقلتها لنا الزميلة مضاوي سلطان في التقرير التالي، نتابع. سعيا لتحقيق أهداف جمعية رحمة للرفق بالحيوان في سبيل نشر الوعي تجاه حماية ورعاية الحيوان والرفق به وإيجاد منازل دائمة وآمنة، أقامت جمعية رحمة بالتعاون مع الفنانة التشكيلية الفرنسية سيسيليا بيتري هذا المعرض، معرض الفن للحيوانات الأليفة، والذي يهدف لنشر الوعي تجاه حماية ورعاية الحيوان، وأيضا بعض الفعاليات المصاحبة المقامة في هذا المعرض مثل فعاليات التبني سواء كانت للقطط أو للكلاب أو حتى من ضمن الرسائل التوعية المقامة في المعرض. هو معرض خيري، يقام المعرض بتواجد 20 فنان وفنانة تشكيلية وما يقارب تقريبا 50 لوحة فنية. جميع هذه اللوحات تعود أرباحها لجمعية رحمة للرفق بالحيوان بنسب متعددة، ولكن بكل تأكيد أن هذه اللوحات وهذه الفنانين والفنانة التشكيلية جميعهم متواجدين معنا اليوم لدعم الجمعية. إجراءات التبني، أول شيء الشخص يقرر إيش الحيوان اللي هو بيتبناه، في طريقتين، إما عن طريق الموقع الإلكتروني للجمعية الحيوانات معروضة فيها، أو من خلال أيام الزيارة، عندنا يومين في الأسبوع زيارة، يختار الحيوان الأليف اللي هو حاب يتبناه سواء قط أو كلب، وبعد كذا يكمل الإجراءات. اللي شيء الإجراءات إنه يسوي مقابلة شخصية، الهدف من المقابلة الشخصية عشان الجمعية تعرف إنه الشخص هذا مناسب للتبني أو لا، والهدف الثاني منها توعية للشخص اللي حاب يتبنى كيف يتعامل مع الحيوان، كيف تربية الحيوان، إيش المسؤوليات اللي هو المفروض إنه يتوقعها، إن المسؤوليات اللي هو بيتحملها. بعد كذا إذا تمت الموافقة من قبل لجنة التقييم يوقع تعهد، يدفع رسوم التبني. رسوم التبني طبعا هي 400 ريال، الهدف منها تغطي تكاليف التطعيم، التقييم، والشريحة الإلكترونية المحطوطة بالحيوان. الفن يعني زي ما هو المفروض يكون مصدر دخل، برضو ممكن يكون حاجة إنسانية أنت تعبر عنها. وأنا حرفيا ما كان عندي وعي إنه في جمعية عندنا هنا معنية فعلا كده بالحيوانات وعندهم ملجأ، فمرة انبسط ومرة نفسي فعلا الفنانين يجون المكان ملهم، فكرة إنك تشوف حيوانات كثير في مكان واحد وبعضها كويس وبعضها لا، يعني بيحفز عندك قصص وأشياء ممكن تبي تعبر عنها. الله الله، وش هالإبداع! يعني أنتوا يعني الكومبينيشن عظيم، فن مع خلنا نقول رفق بالحيوان وإنسانية فعلا. والحيوانات ترى للأمانة، خلنا بقول لكم شيء، يعني إحنا يعني كثير ناس تكون مثلا تقول لك إذا بتسوي خير سوي خير. يعني الحيوانات شوي مهمشة حاستها الفترة الأخيرة، صاير في اهتمام من الشباب والبنات، يعني اجتهادات شخصية. أنا هذا اللي ملاحظته في البنات والشباب، وأنا معجبة الصراحة، معجبة في هذه الاجتهادات. وأنتوا يعني فتحتوا أبوابكم للفنانين والفنانات ومحبين الحيوانات والناس اللي بس تبي تسوي، اللي تبي تسوي خير. فأول شيء طبعا نشكر زميلتنا مضاوي السلطان على هذا التقرير الجميل، ونشكر كل القائمين على هذه المبادرة العظيمة، والله كثر من أمثالكم. وفعلا أنا من المتابعين لمثل هذه المبادرات، واللي أشوفها قاعدة كل يوم في انتشار وكل يوم في ازدياد الصراحة. يعني بناتنا وشبابنا يعني قاعدين يثبتون أنفسهم في كل خلينا نقول المجالات، وحتى يعني الحين حمسون إن أنا أروح أبادر معهم، ما أدري بوش معني معك، لا بس بروح أشتري لوحة، تشتري لوحة والريح حق اللوحة هذه بيروح للتطعيمات، للاهتمام حلو بالحيوانات وزي كده، لأنه بيشوف في كثير حيوانات بتكون ضالة وفي الشوارع بتتعرض لحوادث وبتتعرض لمشاكل، صح. وأهل الخير بيمسكوها بيودوها لهذه الملاجئ، وهم بيحاولوا أنهم يقدموا الدعم، لكن في أشياء مكلفة، الدواء مكلف، التطعيم مكلف، العملية بالضبط، العملية مكلفة. فحلو أننا نساعد ونساهم بهذا الشيء. أتوقع ما أنت اليوم حتروح تشتري أربع لوحات. أنا
لها انا كانك داري والله يعني انا احتاج لوحات انا احتاج لوحات وفعلا يعني هذه المبادره يعني دعما لهم. ففعلا انا راح ان شاء الله بعد الحلقه راح احاول ان انا اتواصل معهم بطريقه او باخرى عشان يعني ندعم هذه الجمعيه او ندعم هذه المبادره العظيمه، لانه كلنا ترى مسؤولين. لانه يعني انا في شيء يحزنني، انت قلت يمكن الحيوانات اللي تكون مثلا ضاله او تكون، ترى كثير ناس يعني مو كثير عشان ما نعمم، في بعض الناس اللي اذا طفش من الحيوان الاليف حقه سواء القطه او الكلب يفتح الباب ويمشيه، ولا بيسافر ما هو عارف وين يحطه. انا هذول الناس الصراحه يعني علي يعني عليهم ملاحظات لا كثير. حرام يعني الملاجئ موجوده والتبني موجود وهذه الجمعيات حقت الحيوان موجوده، انه بيسوي اعلان ترى يوجد قط للتبني يوجد كلب للتبني، ليش لا؟ والناس تبغى يعني مو اصلا اقتناء الحيوان او تبني الحيوان مش من باب الرفاهيه اني اجيب كائن عندي في البيت وبعد ما ازهق من افتح له الباب ويمشي ولا احاول اني اصرفه باي طريقه كانت تكون مؤذيه لي. هو في الاخر روح كائن يحتاج الى رعايه زيه زي الطفل زيه زي الطفل، فمهما كان بس ولا كلب ولا عصفور ولا سلحفه ولا ايش ما يكون، لو هامستر برضو الواحد هم صح يفرخوا كثير الهامستر يزوج اثنين يصيروا تسعه فجاه بقدرة قادر، لكن في الاخر زي ما قلتي انه الواحد يوديهم لمحل حيوانات او محل يتبنى فيها الحيوانات. اكيد اكيد. ونرجع انا عن نفسي اكرر شكري واعجابي في هذه المبادره. مشاهدينا انتهت اكيد جولتنا الاخباريه لهذا اليوم، فاصل قصير ونواصل.